نروح بقى على رمضان، وتحديدا على الموسيقى التصويريه في رمضان، بما اني راجل من محبي الموسيقى، مجرد حب يعني، ما بعرفش اعزف اي حاجه كما يعني سبق وقلت. اشادات الحقيقه بالموسيقى التصويريه لمسلسلات رمضان بشكل غريب. مسلسل مذكرات زوج عليه اشادات مذهله. طبعا الف هذه الموسيقى الموسيقار اشرف الزفتاوي، اهلا بيك. اهلا وسهلا. ازيك؟ ايه الاحوال؟ كله تمام؟ كله بخير ربنا يخليك. ايه الموسيقى العظيمه اللي لاقت استحسان واشاده من الكل يا حبيبي؟ كلك ذوق والله، ربنا يخليك. ربنا يخليك. خليني يمكن اسالك باعتباري راجل مجرد هاوي محب للموسيقى، وانا من الناس اللي كانت فرحانه بالمناسبه قوي 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 بحفلات الموسيقى التصويريه اللي كانت معموله في دار الاوبرا. اكيد. فكنت فرحان قوي بالموضوع ده، وفرحان باقبال الناس المذهل. الحمد لله. أنا أظن إن كل موسيقار أو كل مؤلف موسيقي له آلة محببة. مظبوط. آلته بتاعته اللي بيحبها. مظبوط. الأول بقى إيه هي الآلة بتاعت أشرف الزفتاوي؟ أنا البيانو. شفت؟ يبقى أنا صح كده، عملت الهوم ورك بتاعي مظبوط، هو البيانو. إزاي ولو سمحت لي نرفع الألقاب أرجوك لو سمحت لي. إزاي أشرف تقدر تمزج البيانو لما بتيجي تألف موسيقى، وانت ألفت موسيقى متنوعة، يعني مش بس بقى مذكرات زوج المرة دي، انت ألفت موسيقى لألوان اجتماعية مختلفة وبرضه جواها البيانو. البيانو آلة كلاسيكية جدا بالنسبة لنا في المتعارف عليه لدى الهواة اللي زي حالاتي الغلابة، يعني آلة موسيقى أوروبية أو موسيقى غربية جدا. ازاي بتقدر تحط البيانو جوه موسيقى مصري؟ بص، هو البيانو هي تقريبا الآلة الأولى لأي موسيقار بيألف موسيقى تصويرية في العالم كله. يعني لأن هي فيها النوت الموسيقية كلها قدام عينيك، وأسهل آلة تقدر تألف منها. الطبيعي بألف التيمة الموسيقية زي ما بيقولوا على البيانو، بتقدر تسمعها على طول، ومن هنا بقدر أخدها أوزعها بقى. لو عايز التيمة دي البيانو يلعبها مفيش مشكلة، عايز العود مثلا يلعبها، عايز الناي يلعبها. بعد كده توظيف الآلات بيبقى أسهل بكتير يعني. فمن هنا تقدر تدمج البيانو مع أي حاجة. بالظبط، يعني هي بداية التأليف كله. هي آلة يعني ساحرة بصراحة بيني وبينك. جدا، والرينج بتاعها عندك من النوت العالية خالص لأقل حاجة خالص. كلمني بقى على كيف وضع الموسيقار أشرف الزفتاوي موسيقى مذكرات زوج، باعتبار ان احنا اولاد النهارده زي ما بيتقال. بص، يعني مذكرات زوج كان ليه حالة خاصة جدا. انا مخرج العمل تامر نادي، اعرفه من فترة. وانا من قبل مذكرات زوج كان كل اعمالي معظمها سسبنس وثريلر ودراما. ما كنتش عملت الجانرا دي قبل كده. اوكي. فلما تامر اتكلم معايا على البروجكت ده، انا بصراحه اتحمست جدا، لانها كانت بالنسبه لي تشالنج جديده، وحتى انا ما عملتهاش قبل كده. واتكلمت اكتر مع الكاتب محمد سليمان، وقعدت مع شركه اروما تامر مرتضى ومصطفى العوضي، واتكلمنا كتير على شكل المزيكا. والحمد لله يا رب الناس اتبسطت منها جدا، وانا فخور بيها جدا يعني. وبالتالي من الممكن ان احنا نكرر التجربه في الصنف الموسيقي ده. مظبوط، يعني وانا حبيت اعملها برضه بطريقه مختلفه شويه عن الدارج في الستايل ده في مصر يعني. الله ينور. انا عايز اشكرك على الموسيقى الرائعه، مش بس في مذكرات زوج، لكن طول الوقت من ضمن الحاجات اللي كنت بحبها 207 كمان قوي يعني. لو تسمح لي كمان يا استاذ يوسف، انا فاكر لحضرتك في 2019 كان تاني او تالت عمل ليا قبل ما حد يعرفني خالص. حضرتك كنت اتفرجت على مسلسل زودياك. ايوه. وكلمت عن مزيكته. أيوة. انا كنت في العربيه وسايق، يعني وبصراحه حضرتك ما تعرفنيش خالص، وانا ما كنتش معروف وقتها، لكن واضح ان حسك الموسيقي فعلا عالي. ما تقولش كده بس، ما يعني لا العظيم انت فرحتني فرحه. لا انت اللي فرحتني. لا ده حصل ومش هنساه والله. ان حضرتك تقريبا اول واحد يكون يعني يذكر اسمي وما كناش نعرف بعض خالص. صحيح للاسف. فانا بشكر حضرتك، ده انا اللي بشكرك، وكده خلتني افتكر تاني الموسيقى بتاعت زودياك اللي خليني اقولها لك بقى المره دي. موسيقى رائعه حلوه مهوله، مش ممكن بجد يا اشرف، مش ممكن والله. يعني انا فعلا متذكر ان انا اتكلمت عن الموسيقى كويس قوي، كنت في الراديو وقتها وانا بتكلم، كنت في نجوم. صح مظبوط. وهي موسيقى فعلا اللي هي ايه، تبقى انت قاعد فرحان ان انا عندي مؤلف موسيقي بيقدم لي الموسيقى وكاني بسمع مؤلفات عالميه. ربنا يخليك والله بكلمك بجد. فالله ينور واكثر لنا ارجوك، ونتمنى انك تنورنا في البرنامج اذا وقتك يسمح ان شاء الله. ده يبقى شرف ليا والله. لا ده انا اللي اتشرف. الف 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 شكر، واتحفنا كمان بعشرات ومئات المؤلفات. بقى دايما عند حسن الظن يا رب. لا دايما، ربنا يخليك، الف الف شكر والله. فرحني قوي اشرف الزفتاوي والله. انا في الحاجات دي بقى اشعر بخجل شديد. انا اتغاظ قوي لما حد يشوفني اول مره يقول لي اصل انت مغرور. انا مغرور؟ ده انا ابعد حد والله، مش كده. قول حاجه يا نديم مخرجي الرائع، ده انا اطيب واحد في اللي حواليا كلهم، الامير الطيب. ولا امير ولا طيب ولا بتاع. المهم خليني اشكر مره تانية الموسيقار والمؤلف الموسيقي اشرف الزفتاوي. وقبل ما اطلع الفاصل، انا من الناس اللي بتشوف ان مصر طول الوقت الحقيقه، مش بس هقول لك بقى ايه واصبح لدينا نهضه في مجال التاليف الموسيقي، لا، هو مصر طول الوقت عندها نهضه مستمره وغير مقطوعه في التأليف الموسيقي. يعني قول لي مرحلة من المراحل مصر ما كانش فيها مؤلفين موسيقيين كبار. أنا اللي عاجبني قوي هي فكرة التطور اللي بيحصل في الموسيقى في مصر، تطور مذهل. البعض يصفه بأنه التطور العنيف، تعرف الناس تحب تستخدم المصطلحات دي، وأنا ما بحبش أستخدم المصطلحات اللي فيها العنف والفظاظة. المسألة الموسيقى المصرية حقيقي عنوان من ضمن أقوى العناوين الموسيقية في العالم.